مشوار بدأناه مع بعض ومصممين إننا نكمله مع بعض. زكاتك السنة دي لصالح جمعية البر والتقوى المصرية. علشان مشوار بدأناه مع بعضنا، ناويين إن شاء الله نكمله مع بعضنا زكاتك السنة دي بإذن الله مع جمعية البر والتقوى. صلواتنا وسلامنا وحنيننا رسول الله جئناك بالحب. أعزائي المشاهدين أحييكم بتحياتي الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمية الخير. خلاص 27 رمضان وبنودع رمضان شهر الخير والرحمة والبركة، واحنا لسه في ايام مع النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن سيدنا النبي وتولد ازاي وانه ولد يتيم وبعديها امه توفت وبعدها كفله جده عبد المطلب وبعدها كفله عمه ابو طالب. وقفنا اخر مره عند عمه ابو طالب كفله عنده، وبعدها كان خارج في تجاره الى الشام مع اشياخ من قريش. ايه اللي حصل؟ في حاجة عجيبة قوي حصلت في الرحلة دي. لما وصلوا في مكان معين وحطوا الراحلة بتاعتهم، يعني كانوا بيقعدوا في المكان ده وهم في طريقهم، كان المكان ده موجود فيه واحد اسمه الراهب بحيرة. اسمه ايه؟ الراهب بحيرة. كان حبر من احبار اليهود، بس بحيرة لما كانوا بيعدوا من عليه ما كانش بيطلع لحد منهم ابدا. لما جت الراحلة المرة دي ومعاهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طلع لهم. ليه المرة دي طلع لهم وعمل ايه؟ فضل يمشي في وسطهم ويبص على حد، هم استغربوه قوي. وفجأة مسك ايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم. فالناس استغربوا قوي. الشيخ قريش قالوا له ايه؟ قالوا له: وما علمك؟ انت ايه اللي عرفك؟ قال لهم: حين أشرفتم من العقبة، العقبة ده طريق في الجبل، حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا. ما فيش حجر ولا شجر إلا لما سجد، وهم لا يسجدوا إلا لنبي، يعني هو ده نبي محمد واللي اسمه عندهم أحمد. طيب، فهم بصوله كده وسكتوا. فقال لهم: أنا عارفه بخاتم النبوة. لما كان بيلف في وسطهم شاف خاتم النبوة على كتف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه. فقال لهم: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ مين اللي مسؤول عنه؟ فقالوا له: أبو طالب. دلوه على أبو طالب. راح لأبو طالب قال له: أنت مين؟ قال له: أنا أبو محمد. فقال له: لا، ما كان لهذا الغلام أن يكون له أبا حيا، مش ممكن يكون أبا حي. فرح قال له: نعم صدقت، أنا عمه. فقال له راهب بحيرة: الآن أنت صدقت. فرح قال له: ده النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم، وناشده وتحايل عليه، يعني أستحلفك اللي أنت ما تاخدهوش الروم. ليه ما خدوش عند الروم؟ أصل لو الروم شافوه هيقتلوه. ليه؟ ما هو الروم هم كمان عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة، عارفين في منهم أحبار وفي منهم وغيرهم، عارفين الأشجار بتسجد له هو ماشي، عارفين النبي بالصفة، علامات النبوة وخاتم النبوة على كتفه، هيعرفوه فهيقتلوه. فخاف عليه أبو طالب لأن هو كان بيحبه حب شديد جدا، فاستأمن عليه بعض الرجال ورجعوه تاني لمكة. بعد ما رجع أبو طالب لمكة، سيدنا النبي قال له: أنا عاوز أشتغل. فهتشتغل إيه وإنت عندك 8 سنين؟ ما هو أصل أبو طالب كان بسيط، يعني حتى لو كان تاجر كان حلو بسيط وعنده 10 عيال. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، أنا عايز أشتغل. فاشتغل في رعي الغنم. فلما جم الصحابة بعدها بقى قالوا له: أنت اشتغلت في رعي الغنم؟ قال لهم: والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: والله ما بعث الله من نبيا
إلا ورعى الغنم. قالوا له وأنت يا رسول الله؟ قال لهم وأنا، ده أنا كنت برعى الغنم لأهل مكة، وفي رواية بتقول لأجياد، لأهل أجياد، ده مكان في مكة، بقراريط. القراريط اللي هي إيه؟ الدينار أو الدرهم، ده جزء منها، حاجة بسيطة قوي. بس كان بيتعلم، بيتعلم إزاي يكسب من صنع إيده، ربنا بيعلمه ومهد له الطريق اللي هو يبقى عنده حلم وعنده صبر، يقدر يجمع ويقدر يدافع عن حد. ما هو لما ما هو الغنم كان بيدافع عنها ضد الوحوش والسباع وخلافه عشان ما تاكلهاش، فتعلم الشجاعة وتعلم إزاي يرعى ويجمع. ده كان تمهيد رباني لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده عرفنا اللي سيدنا النبي اتعرف بخاتم النبوة والصفات التانية من الراهب بحيرة، واشتغل في الرعي. طب اشتغل في الرعي لمدة قد ايه؟ كان عنده ساعتها 8 سنين، وخلص يعني مرحلة الرعي في الأغنام وهو عنده 15 سنة. راح تاني لأبو طالب عمه، قال له أنا عاوز أشتغل بس المرة دي في التجارة. المرة دي في التجارة، ما هو ده تمهيد رباني تاني. ما هو لما يشتغل في التجارة من سمات التاجر اللي هو يعرف الناس من وشوشها، وكمان التاجر بيسافر من بلد للتانية علشان بيبيع تجارته، فبقى شايف العالم العالم شكله ازاي، وازاي اقدر اتعامل مع طبع فلان وطبع فلان، واعرف الكاذب من الصادق. ما هو سيدنا عمر لما كان مرة سأل حد قال له انت تعرف فلان؟ قال له اه اعرفه. قال له انت اتعاملت معاه في درهم او دينار؟ اتعاملت معاه في الفلوس؟ فقال له لا. قال له يبقى انت لسه معرفتوش. عشان تعرف الناس لازم تتعامل معاها بالمال، ولو عايز تعرف طبائعهم اتعامل معاهم في التجارة. وده كان تمهيد رباني تاني لسيدنا النبي اللي هو يعرف طبائع الناس، لان هو هيتعامل بعد كده مع العالم اجمع. فكده اتعلم الصبر والحلم، وانه يجمع وانه يدافع وانه يتعامل مع كل الناس. ده التمهيد الرباني التاني. طيب لما اشتغل في التجارة الناس كانت بتقول عنه ايه؟ كانت بتقول الصادق الامين. بس في الحقيقة هما كانوا بيقولوا عليه حاجة تالتة كمان، الصادق الامين العفيف. كان عنده عفة وشرف صلى الله عليه وسلم. فابو طالب قال له في واحدة اسمها خديجة بنت خويلد، دي تاجرة لها تجارة كبيرة وبتروح في كل العالم، وكانت اكبر تجارتين اللي هي ما بين الفرس والروم. فايه رأيك لو انا كلمتها تشتغل معاها؟ كان عايز يكبر تجارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي وافق وراح كلم ابو طالب السيدة خديجة، فقالت نعم، وافقت على طول. طب السيدة خديجة وافقت على طول ليه؟ هي لسه ما تعرفش سيدنا النبي، هي سمعت عن سيدنا النبي بس ما كانتش لسه شافته. طب ايه اللي سمعته عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ خليني اقول لكم الناس كانت بتقول عليه ايه. احنا اتفقنا ان في ثلاث صفات اساسيين، الامانة والصدق والعفة. الناس بقى كانت بتقول عليه ايه، بتوصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي سمعته السيدة خديجة عنه من قبل ما تشوفه. شابا وسيما، معرب الملامح يعني ملامحه واضحة، أزهر اللون يعني أبيض مشرقب بحمرة، ربعة في الرجال. ربعة في الرجال ده يعني متوسط الطول، لا بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، يعني متوسط الطول. مبسوطة الجبين، جبينه عريض صلى الله عليه وسلم. مرسل اللحية، كان عنده لحية. عالي العنق، عريض الصدر. تتألق أسنانه المفلجة، اللي هي الأسنان المفلجة اللي هي بيبقى سنتين وبينهم فراغ صغير. فلما كان بيضحك صلى الله عليه وسلم كانت بتبان أسنانه، وكانت بتبان اللي هي بيضة تتلألأ زي اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. طب هما كانوا بيقولوا عليه كده بس؟ لا، ده كانوا بيقولوا عليه حاجة كمان، إن هو كان بيسرع الخطى ملقيا بجسمه إلى الأمام. طب هو ليه سيدنا النبي كان بيعمل كده وهو ماشي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش وهو ماشي يقعد يلتفت يمين ويسار ويشوف الناس بتعمل ايه، ما كانش بيحب كده. هو كان بيبقى ماشي امامه ويبص امامه عشان ما يشوفش الناس وطبائعهم، فنفسه لا تحدثه بكده. ده كان قبل النبوة. ما هي دي اخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا ماشي قدامي، لو حد موجود قدامي هلقي عليه السلام،
لكن ما اقعدش ابص يمين وشمال اشوف الناس بتعمل ايه. كان بيراعي خصوصيه الناس حتى لو على الطريق صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا كان يسرع الخطو ملقيا بجسمه الى الامام، وبيعمل حاجه تانيه خطيره قوي الناس لازم تنتبه لها قوي قوي. كان يحسن الاصغاء ملتفتا الى محدثه بكل جسمه. العلماء بعد 1400 سنه يقولك ان من اداب الحديث ومن اداب ان انت تتكلم مع حد قدامك، لما تيجي تكلمه لازم تلتفت له، يعني ما بقاش قاعد وماسك حاجه وبقول له انا سامعك، او ماسك الموبايل واقول له انا سامعك، لا هو كان بيلتفت له بجسمه كله صلى الله عليه وسلم ويفضل يتكلم معاه. ليه؟ انا مهتم باللي انت بتقوله، انا مهتم اعرف انت عاوز تقول لي ايه وانا ارد عليك بحاجه يمكن اكبر بخاطرك صلى الله عليه وسلم. دي كانت اخلاق سيدنا النبي. لطيف المحضر، يعني لما كان بيقعد في مكان زي ما بنقول كده ظله خفيف، يعني ما كانش يتكلم كتير، لا كان يقعد هادي، لو عنده كلمه لو في كلمه كويسه هتتقال، ما فيش كلمه كويسه ما يقولهاش، ما كانش يتكلم على حد ابدا. لطيف المحضر، يضحك احيانا حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. فاذا غضب لم يخنه حلمه، يعني لو غضب من حد او حد قال له كلمه ضايقته ما يتعصبش ولا يقول الكلام، لا كان يسكت ويجزم غيظه. بس كان في حاجه بتبان عليه قوي وكان اصحابه عارفينه بيها، كان في عرق بيبان كده بينفر ما بين عينه فوق حاجبه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرفوا اللي هو زعل او غضب من الكلام بس كظم غيظه صلى الله عليه وسلم. عايزه اقول لكم اللي كان من احب الناس الي علي بن ابي طالب ابن عمه. علي بن ابي طالب اتربى في بيت سيدنا النبي بعد زواجه وهو عنده 8 سنين. والحاجه اللي انا من اللطائف وانا بقرا كتب عن السيره، اللي سيدنا النبي راح عند عمه ابو طالب وهو عنده 8 سنين، ولما تزوج الرسول خد علي رباه عنده وهو عنده 8 سنين صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب قال ايه عن سيدنا النبي وهو بيوصفه؟ وهو اجود الناس كفا، يعني عمره ما كان يرد فقير ولا محتاج، ولو شاف سائل يروح يجيب له من بيته ويديله، ويعين الناس على نوائب الحق، لو حد عنده مصيبه او عنده ابتلاء يفضل معاه لغايه لما يخلص له حاجته صلى الله عليه وسلم. واجرأ الناس صدرا، احنا قلنا كان شجاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واصدق الناس لهجه، واوفى الناس ذمه، كان امين الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، وأليانهم عريكه، يعني لما كان حد يتكلم مع سيدنا النبي وعايز يعمل مشكله معاه كان بيكلمه باللين والرفق، ما كانش يتعصب، لا كان بيكلمه باللين بالاحسان. واكرمهم عشره، كان دايما بيقدر العشره، يعني زي دلوقتي الناس تقول ده ما فيش حد بيقدر العشره، لا حتى اللي قدامك لو ما قدرش العشره انت اكرم العشره، خلي عندك احسان للعشره، انت بتقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من رآه بديها هابه، يعني اللي يشوفه يهيبه من بعيد صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه احبه، كل الناس كانت بتحبه. كده وصفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا الناس بيقولوا عليه ايه، والسيده خديجه سمعت الكلام ده. فلما عرض عليها عمه ابو طالب اللي هو يشتغل معاها وافقت على طول. طب السيده خديجه وافقت على طول وشغلته في تجاره كبيره؟ لا، هي كانت تاجره شاطره قوي وكان ليها تجاره كبيره جدا في قريش، فهي كانت بتسمع اللي النبي الصادق الامين، فخرجته في رحله ورا التانيه، بس مش من التجاره الكبيره، كانت تجاره لسه صغيره من القوافل اللي بتيجي بسرعه ما بتروحش بلاد الشام والروم وخلافه. فلقيته فعلا صادق امين. طب عرفت منين؟ كانت بتبعت معاه غلامها اسمه ميسره. ميسره كان بيروح معاه كل الرحلات بتاعته، ويجي من الرحله يحكيها يحكي عنه ويقول انا عمري ما شفت انسان كده، وكان بيحكي لها عن البركه في الرزق وخلافه، وكانوا يخلصوا التجاره بتاعتهم قبل ما يخشوا البلد، يعني المفروض لو هم رايحين الشام يخلصوا التجاره بتاعتهم كلها ويبيعوها كلها ويبقى في بركه صلى الله عليه وسلم. فالسيده خديجه بعدها بفتره ابتدت تفكر،
ايه الانسان النبيل ده، ايه الانسان الشريف ده، ايه اللي اخلاقه وعفته عاليه قوي كده. فصلى الله عليه وسلم ابتدت تفكر في الزواج من سيدنا النبي، بس ما كانتش قايله لحد، لان هي كانت متزوجه مرتين، من والمرتين ازواجها ماتوا من شرفاء قريش، ناس كانوا في اسياد في قريش، وهي سيده خديجه كانت ذو نسب وشرف. طيب مين اللي عرف اللي هي عايزه تتزوج من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما كانتش بتتكلم كتير مع حد؟ كان عندها صاحبتها اسمها نفيسه بنت منيه. نفيسه بنت منيه عملت ايه؟ كانت قاعده لقيت صاحبتها عارفاها كويس، بالها مشغول. طيب مالك يا خديجه؟ مفيش. قعدت وراها لغايه لما قالت لها، وقالت لها انا عندي 40 سنه، كانت في الوقت ده السيده خديجه عندها 40 سنه وهو عنده 25. فهي كانت بتفكر في الموضوع ولسه مش قايله لحد، فطمنتها صاحبتها السيده نفيسه وهي راحت تعتزم امر، يعني كانت في حاجه بتفكر فيها. فراحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا محمد، فيما عزوفك عن الدنيا؟ هو انت ليه عازف عن الدنيا؟ ليه ما تزوجتش لغايه دلوقتي؟ قال لها انا لسه ما عنديش الا تزوج بيه، يعني لسه ما عنديش مال اتزوج بيه. فقالت له يعني انت كل نساء قريش تتمنى تتزوجك، يعني لو جات لك حد من نساء قريش اللي ذو نسب وذو جمال وشرف وعفه. فهو لما سمعها بتقول كده وهو عارف ان هي صاحبه خديجه، قال لها انت بتتكلمي عن خديجه؟ ومفيش حد كفاءة زي خديجة، ولا نسب زي خديجة، ولا شرف زي خديجة. فراحت سايباه وماشية ما ردتش عليه. وبالفعل بعد أشهر قليلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة. إيه اللي حصل؟ بصوا بقى طريقة الزواج بتبقى عاملة في منتهى الرقي. عم السيدة خديجة عمرو بن أسد كان قاعد في البيت، وسيدنا النبي كان جايب عمامه الاثنين حمزة وأبو طالب، وراحوا يتقدموا للسيدة خديجة. وأبو طالب قام وقعد يقول مفيش حد يوازن محمد، مفيش فتى يوازن يوازن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمدا في قريش كلها، في نبله وأخلاقه وعفته. وبصوا بقى الأخلاق العالية من الطرف الآخر، عمها عمرو بن أسد قال له فعلا صدقت وأثنى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجوا بالفعل السيدة خديجة بنت خويلد. أنا هقف معاكم لغاية زواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهقول لكم بس آخر حاجة في الموضوع، اللي جت تبارك السيدة حليمة السعيدية لسيدنا النبي، وسيدة خديجة لما عرفت اللي دي مرضعة سيدنا النبي ادتها 40 رأس من الغنم هدية ليها لأنها أرضعت حبيبها صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي. ده كانت بداية مشوارنا في حياة سيدنا النبي وإزاي عايش حياة مستقرة، وده اللي هنقوله إن شاء الله في الحلقات الجاية. دلوقتي إحنا هنشوف مع بعض أهل الخير مع فقرة الخير، وقد إيه الخير حلو قوي في بلدنا، وقد إيه الناس حلوة قوي، والناس طيبة قوي قوي، والناس بتحب تساعد وتسند بعض. بس يمكن الدنيا شغلتنا شوية، لكن في الحقيقة الخير الكبير والفرحة الكبيرة اللي أنا بشوفها على وشوش الناس اللي بتدي واللي بتاخد خلتني مبسوطة قوي قوي بيكو. خلينا نشوف الفاصل ده ونرجع لكم تاني مع فقرة أهل الخير. صلواته أنا مع بعضنا ناويين إن شاء الله نكمله مع بعضنا زكاتك السنة دي بإذن الله مع جمعية البر والتقوى. علشان مشوار بدأناه مع بعض ومصرين ان احنا نكمله سوا، زكاتك السنة دي لجمعية البر والتقوى.